اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من سلبي سبورت اللي بتجيكم مني انا محمد عوان. حلقه اليوم امتداد للاستفاده من التوقف الدولي وبنحكي فيه عن كريستيانو رونالدو ومفاد الحلقه كيف ممكن ريال مدريد يستديم كريستيانو رونالدو اللي وصل عمره 32 سنه سنتين اضافيات. ليش يستديمه؟ لانه اولا صراحه في شعور عندي او انه قناعه عندي ريال مدريد ما تعب فيه الكفايه لاستدامه بعض النجوم. ربما راؤول كان بالامكان يكمل موسم، ربما جوتي ربما صحيح الناس نسيتهم، لكن بتحس في اكمل لاعب كان بالامكان يستمر موسم او اثنين اضافيات بالقميص الملكي، ما انعمل هذا الشيء. نتكلم عن اخر لاعب اعتزل ريال مدريد اعتقد انه زين الدين زيدان، فهذا نتكلم عن 11 سنه. الان شيء بضيف، رونالدو عاش مع جمهور مدريد، عاش مع الاعلام، واحدة من أهم فترات ريال مدريد في تاريخه، نمو التجاري، نمو الترويجي والتسويقي، وأيضا خاض مع ريال مدريد اللي بقدر أحكيه بكل صراحة أصعب معركة خاضها ريال مدريد ضد برشلونة بالتاريخ، لأنه جاء أصعب برشلونة بالتاريخ من يوم 2009 عندما جاء جوارديولا اليوم وخاض أمامهم هذه الحرب، وكان خاض هذه الحرب على مستوى جماعي مع الفريق وعلى مستوى فردي. وبالتالي استدامة رونالدو مهمة أيضا لغايات تجارية، لغايات ترويجية، ما زال المحرك الأول، ما زال بالإمكان جناية شعبية وإعلام وكل ودخل من وراء كريستيانو رونالدو. وبالتالي استدامة كريستيانو رونالدو هي استدامة من العلاقة العاطفية اللي نشأت لكرامة للمعارك اللي خاضها وبنفس الوقت لأهداف تجارية وترويجية. إذن بتلتقي الرياضة مع الاقتصاد وهذا هو مفاد صناعة كرة القدم حاليا. كريستيانو رونالدو رقميا هذا الموسم سيء لما تقارنه بكريستيانو، يعني لما نشوف معدل التهديف لكريستيانو رونالدو حاليا هو أسوأ معدل تهديف له من اول يوم جاء فريق ريال مدريد، لكن مش سيء لما تقارنه بمهاجمين تانيين في العالم. هذا شيء مهم لازم ننتبه له. اذا كريستيانو ما زال قادر يكون لاعب من احسن الموجودين في العالم دائما، رغم القناعه اللي بلشت تنتشر في شبكات التواصل الاجتماعي مستوى نزل، ومستوى نزل نسبه لكريستيانو الخارق، لكن ما زال قادر يعطي. لما افكر فيها ببساطه واخذها بسهوله، مستحيل يكون زلاتان احسن من رونالدو باي وقت من الاوقات، دائما رونالدو احسن من زلاتان لو قارناه بنفس المرحله العمريه. وبالتالي اللي تشوفه بيعمله زلاتان الان مع مان يونايتد، اللي شفناه بيعمله مع سان جيرمان باخر موسمين، بخليك تحكي ممكن تحويل رونالدو لزلاتان. مش ضروري كريستيانو رونالدو يكون الجناح اليسار، لانه كما يبدو من بدايه الموسم كان في اتفاق انه رونالدو بدنيا مش حيقدر يلعب هذا الدور بخلال الموسم كامل، ودندن زيدان كثير بهذا الكلام، وشفناه بيطلع لاغيات تكتيكيه امام بلباو. وبالتالي اول خطوه لاستدامه كريستيانو رونالدو الاتفاق والحسم بانه مركزه مهاجم. هنا بندخل بقضيه مهمه جدا، في قضيه قصيره الامد لنهايه الموسم وقضيه طويله الامد بالصيف. بقصيره الامد لنهايه الموسم في شغلتين، اولا رونالدو لازم يعرف انه صار راس حربه، يعني لازم يركز يلعب بهذا الدور بادوار هذا الدور بمهام هذا الدور، ما يكون عايش 17 دور ببعض، ما يكون عايش بين الماضي والحاضر، لازم يلعب رأس حربة. اللاعبين يلقوا عند الصندوق، يلقوا حول الصندوق يوصلوا له الكرة سواء بالأرض أو بالعرضيات، ورونالدو ممتاز جدا. من الأشياء المهمة جدا لازم نتذكرها دائما، من أقوى الأشياء اللي عرفها رونالدو، ربما هي من أقوى الأشياء في التاريخ اللي عرفها لاعب كرة قدم، تمركز كريستيانو رونالدو، قدرته على الظهور المفاجئ والتسجيل كانت قدرة خارقة ما كانت عند لاعبين آخرين، وبالتالي هذه ما زالت فيه، وما زال رونالدو أمام المرمى قادر يحسم. مازال رونالدو بالمسافات القصيرة سريع جدا، وشفنا له أكثر من موقف، ربما ما عاد بيركض الميت متر، لكنه مازال بالمسافة القصيرة قادر يسبق القلب الدفاع، هي خطوة واحدة بدك إياها لما تكون أمام منطقة الجزاء وبتكون قادر تسدد. هذا هي المسألة. هذا أولا رونالدو لازم يلعب بدور رأس حرب المهاجم، يعني لازم زيدان يتدخل فيه شوي، وأيضا لازم المهاجم يلعب مع رونالدو ما يلعبش رأس حرب تاني، لأنه اللي عم بصير حاليا في ريال مدريد أول 20 دقيقة بتحس بنزيما بروح شمال بفتح لعب بتحرك، بعدين بيزهق وبرجع رأس حربة، وبصير هو ورونالدو ماشيين مع بعض بطريقة شوي يعني طريقة مش مقنعة صراحة بالتمركز. وهذا التمركز الغلط بصير حتى لما يلعب موراتا، بلعب أولها وبعدين بتحرك وبعدين بصير رأس حربة، وبالتالي هذا الشغل مدرب ناقصه. الآن التمركز اللي بصير مع ريال مدريد بفقد توازنه، يعني توازن مش بس هجوم دفاع، توازن بكل شيء بكرة القدم حتى بالانتشار، فيصبح ريال مدريد مش متوازن بالانتشار، فيصبح مارسيلو لوحده، يصبح حتى لما جارث بيل يدخل بالعمق يصبح كارفاخال ومارسيلو لوحدهم، مودريتش وكروس بتكون خياراتهم الهجوميه محدوده، فبدانا نسمع مودريتش نزل مستوى، كروس نزل مستوى، كاسيميرو نزل مستوى، مارسيلو نزل مستوى، كارفاخال نزل مستوى، مستحيل يكون كل الفريق نزل، لما كل الفريق ينزل هي غلطه تكتيك واضحه جدا. وبالتالي انت ببساطه جدا حل بسيط جدا لقصر الامد، رونالدو يصير راس حربه لانه قدراته اكيد احسن من بنزيما، وبنفس الوقت يلعب واحد جناح،
بدك تلعب اسكو خامس، حتى فاسكس يلعب يمين وبالي يروح يسار. بس هيك بصير عندك خمس لاعبين بعدوا لعب مع كاسيميرو مع الاثنين مع الوسط يعني مودريتش كروس مع الجناحين ومع الأظهرة. وهذا معناه لما يصير اكثر من لاعب يعد لعب ويشترك باللعب، لانه لمسات رونالدو قليله، لمسات بنزيما قليله، يعني اثنين كانوا بيتدخلوش في صناعه اللعب. لما يطلع واحد يضل رونالدو، هيبه رونالدو مهمه في الملعب، حجزه مدافعين مهمين في الملعب، وبنفس الوقت تتوسع الرقعه تحت اللعب، وهذا معناه بتوسع ايضا معدل العمل لكل اللاعبين. ومعناه منطقيا يعني انا ببساطه اعتقد انه حتزيد هجمات ريال مدريد، انك تحكي عن لاعب من خمسه ببساطه، حتى هم اربعه المهاجمين لما نشيل كاسيميرو بتحكي عن لاعب اضاف، ببساطة حتزيد عدد الفرص 25% على الأقل. ولما تزيد 25% الفرص اللي تصنع، ريال مدريد حيسجل 25%، هذا المنطق البسيط زيادة، وبالتالي حيتحسن كل شيء. وشفنا كثير مواقف لما تحط لاعبين يبنوا كرة يمسكوا كرة أكثر، الريال بيقدر يمسك كرة. الآن المشكلة بنزيما بيلعب أول 20 دقيقة بعدين برجع لأسحابه، وبصير كأنه بضرب برونالدو صراحة. هذا الاستدامة الأولى. الآن في ناس تحكي 4-4-2، أنا مشكلتي مع 4-4-2 إنها معقدة جدا بهذا الوقت، لانه الفريق ما انعد ل 4-4-2، انعد ل 4-3-3 اكثر. وايضا لما تيجي تفكر، طب بدك تلعب كروس مودريتش معناها في مشكله دفاعيه، طب بدك تلعب بيل معهم هون مصيبه دفاعيه، طب لا بتلعب فاسكيز تودي بيل يسار وبتلعبهم الاثنين، فبتصير بتحس انه لا مش هي مش مبنيه. بدك تلعب كاسيميرو مع مودريتش حتعاني هجوميا، لانه مش هيعرف يطلع بالكره ومش هيعرف يصعد كره، والفريق هيعاني هجوميا مع اي فريق بيعرف، خاصه الفرق اللي بتلعب اطراف كويس. الريال مش حيكون قادر يعمل شيء لانه كون راس ماله اللاعب اللي مع كاسيميرو. طب بدك تلعب كوفازيتش مع كروس او مع مودريتش، معناها هتحط اثنين مهمين احتياط، فالفريق مش معد ل 4-4-2، واعتقد صعب تتحول لها. وايضا 4-4-2 خاصه لو لعبت بنزيما ورونالدو حتواجه مشاكل بعدد المدافعين الاقل، وبالتالي مش حنبشعر انها هي الخطه الصح. الصح بسيط جدا، فريق نجح ب 4-3-3 خليك 4-3-3 بس نزل لاعب بدل لاعب، وهذه قوه الخبره، هذه اهميه الخبره اللي حتى رونالدو مدح فيها انشيلوتي. الان الخيار طويل الامد بسيط جدا، بتروح على سوق الانتقالات بتجيب احسن لاعب موجود فيه، وهو الان الكلام واضح عن هازارد. بتجيب هازارد بتلعب بالخطه اللي بدك اياها، بدك تلعب 4-3-3 هازارد جناح بالجناح وامامهم رونالدو، او بتلعب 4-4-2 بشكل الماسي وبتحط ساعتها الثلاثه تاعونك كروس مودريتش كاسيميرو اللي بيحافظوا لك على التوازن، وامامهم هازارد وبيل ورونالدو في المهاجمين، وبتصير هذا الشكل بيتاخذ بنفس الخطه. يعني بتقدر تلعب 4-3-3 4-4-2 بس الوقت، وحتى ممكن يصير تناوب بين الثلاثه الاماميين، ولحظتها بدك تعتمد اكثر على الاطراف بالصعود لما بدك تلعب على الاطراف والعرضيات، ولكن هذا الحل البسيط للخيار طويل الامد. لكن الخيار الاساسي عشان يستدام رونالدو، لازم رونالدو يصير راس حربه، لازم رونالدو يلعب دور زلاتان، ما يلعب دور رونالدو الجناح وزلاتان بنفس الوقت. ما تحسه هو مش عارف شو دوره، ما تحسه انه حر زياده عن اللزوم. الان رونالدو بده مساعده بشان يستفيد منه ريال مدريد، عشان هو يستفيد، لانه مش سيء جدا يطلع رونالدو والله بانحدار مستوى بعد كل المواسم اللي اعطاها لريال مدريد. مش كويس لإله، مش كويس للنادي انه واحد من ايقوناته يطلع بطريقه كانه هزم. رونالدو قادر ببساطه يخلص المواسم كلها، ويخلص الموسم الجاي والحالي واللي بعده، ويسجل 30 هدف بكل موسم ببساطة. ممكن يوصل 34 سنة ويضل يسجل لك 30 هدف كل موسم، بس حطه مهاجم واشتغل عليه كمهاجم، ما تشتغل عليه ككريستيانو رونالدو. ما تتوقع منه يتشارك باللعب، لأنه واضح ما عاد القدرة نفسها. إذا قدر ريال مدريد يستديم رونالدو بهذا الشكل، ريال مدريد حيكسب ماديا، حيكسب رياضيا جدا، لأن رونالدو حيشيله بكثير مباريات وحيفوزه بكثير مباريات، وأيضا حيكسب ريال مدريد نجم إضافي لو جاء بالصيف اللي هو هازارد، وحتصير قوته أكبر وأكبر. نوصل هنا لنهاية حلقة سيرفي سبورت، أنا محمد عواد موجود في فيسبوك تويتر إنستغرام سناب شات يوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله.